طلاب وطالبات ميدل وان، معاكم ميس أسماء. النهاردة هنبدأ مع بعض أول درس في التاريخ في الوحدة الرابعة بعنوان مصر الحضارة. هندرس فيها تاريخ مصر عبر العصور القديمة. معانا البوكلت مفتوح قدامنا، بنتابع مع بعض جزء جزء في الدرس والهايلايت معانا. أي سؤال مهم بيجي لنا بنحط عليه بالهايلايت علامة كأننا بالظبط في الفصل. درس هناخده النهاردة هو درس وحدة شعب. بنتكلم في الدرس ده عن حياة المصري القديم من أول ما كان عايش فوق الهضاب حياة غير مستقرة حتى قيام دولة مصر الموحدة على يد الملك مينا. المصري القديم كان عارف إن أساس التقدم هو السعي والعمل والاجتهاد والتعاون بين الناس، وده اللي خلاه انتقل من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار على ضفاف النيل، وعرف الزراعة والكتابة واكتشف وجود المعادن. كل ده ساعد انه ياخد الخطوة الاولى لبناء اول حضارة عرفتها البشرية. طب يا ترى ايه المقصود بكلمة حضارة؟ الحضارة هي كل ما انتجه عقل الانسان سواء كان ماديا او ادبيا، يعني اي حاجة الانسان انتجها ووصلها، سواء الحاجة دي كانت مادية ملموسة زي مثلا الاثار والاهرامات والمعابد، او كانت مثلا فكريا زي النصوص الدينية والادب التهذيبي، ودي حاجة مش ملموسة بس بستفيد من الافكار بتاعها. في الدرس ده هنتعرف مع بعض على أول حاجة عصور ما قبل التاريخ، تاني حاجة العصر العتيق. أولا عصور ما قبل التاريخ هي العصور التي تسبق معرفة الإنسان للكتابة، وتبدأ منذ خلق الله الإنسان حتى معرفة الكتابة حوالي عام 3350 قبل الميلاد، يعني كل الفترة اللي قبل ما يعرف الإنسان الكتابة بتسمى عصور ما قبل التاريخ. نفتكر مع بعض، قبل التاريخ يبقى قبل الكتابة. طب المؤرخين قسموا عصور ما قبل التاريخ ديت إلى أربع عصور تانية، هي العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر النحاسي، وعصر ما قبل الإصراط. تعالوا كده نشوف مع بعض أهم مميزات كل عصر. أولاً العصر الحجري القديم. عاش الإنسان المصري في العصر الحجري القديم حياة غير مستقرة، دائم التنقل، يعني ما كانش فيه أي استقرار في حياته، وما كانش عايش في مكان واحد فيه. كان الإنسان دائم التنقل فوق الهضاب، بيتحرك من مكان لآخر من أجل جمع البذور والثمار من الأشجار والنباتات، وعلشان يصطاد الحيوانات والطيور. يبقى كان سبب تنقله هو بحثه عن الغذاء. سكن المصري القديم الكهوف، والكهف بيبقى فتحة في الجبل كان بيعيش فيها وبيتحمى فيها من البرد أو الحرارة الشديدة، وكمان صنع أدواته من الحجارة واستخدمها في الصيد. ما هو اسمه عصر حجري، يبقى أكيد الأدوات مصنوعة من الحجارة. بس في العصر الحجري القديم كان الإنسان بيستخدم الحجارة أحيانا زي ما هي، يعني مثلا يمسك الحجر ويحذفه على الحيوان علشان يصطادوا بيه، أو ينحت الحجارة نحت بسيط جداً، ما كانش بيبقى فيه تغيير كبير في شكلها. كمان في العصر الحجري القديم اكتشف الإنسان النار، واكتشفها بالصدفة عن طريق احتكاك الأحجار، واستخدمها في طهي الطعام. يجي لي هنا سؤال مهم يقول لي بما تفسر عاش الإنسان المصري في العصر الحجري القديم حياة غير مستقرة، ليه كانت حياته غير مستقرة؟ نركز مع بعض كده. يبقى الإجابة من أجل جمع البذور والثمار من الأشجار والنباتات وصيد الحيوانات والطيور. ثانياً العصر الحجري الحديث. حصلت حاجة ما كانش الإنسان يتوقعها. على الرغم من أن حياته كانت متعبة وكان كلها تنقل من مكان لمكان، إلا أن الإنسان كان اتعود عليها، وأهم حاجة عنده أنه يقدر يوفر غذاء. لكن للأسف حصل جفاف فوق الهضاب اللي كان الإنسان عايش عليها، وحتى الغذاء ما بقاش متوفر، والحيوانات ابتدت تهاجر وتهرب من مكانها، فما كانش فيه حاجة قدام الإنسان يعملها إلا إنه يسيب المكان اللي هو فيه اللي هو فوق الهضاب وينزل إلى الوادي. لما نزل الإنسان إلى الوادي اكتشف وجود نهر النيل، فعرف الزراعة، ومن هنا بدأت حياته تتحول من التنقل والترحال إلى حياة الاستقرار. عرف المصري القديم الزراعة، فأنتج الحبوب مثل القمح والشعير، وكمان الكتان. ها
هو مش من الحبوب بس من ضمن المحاصيل اللي أنتجها. قام بتربية الماشية والأغنام والماعز، الماشية اللي هي الأبقار والجاموس. ولما الإنسان استقر على ضفاف النيل وبدأ يمارس حرفة الزراعة، كان محتاج إنه يكون بجانب الأرض الزراعية علشان يقدر يرعى المحاصيل ويهتم بيها. فأقام المساكن، بنى أكواخ صغيرة بجانب الأرض الزراعية، ومن هنا ظهرت القرى. يعني المساكن اللي بجانب الأرض الزراعية ديت كانت سبب في ظهور القرية. المصري القديم كمان عرف الصناعة، فصنع الأواني الفخارية طبعا لأنها بتصنع من الطمل موجود بجانب الأرض الزراعية، وصنع كمان الملابس من الكتان اللي هو كان بيزرع. من الحاجات كمان اللي المصري القديم عملها في العصر الحجري الحديث إنه أقام المقابر لدفن الموتى، يعني بقى فيه عنده مكان مخصص يدفنوا فيه موتاه. يجي لي هنا السؤال يقول لي ما نتائج استقرار المصري القديم على ضفاف النيل في العصر الحجري الحديث؟ مفروض البوكلت دلوقتي قدامي وأنا بعلم على السؤال بالهايلايت. ترتب على ذلك أن المصري القديم أول حاجة عرف الزراعة فأنتج الحبوب مثل القمح والشعير إلى جانب الكتان، اهتم بتربية الماشية والأغنام والماعز، أقام المساكن فظهرت القرى، صنع الأواني الفخارية وصنع النسيج والملابس من الكتان، وأقام المقابر لدفء الموت. ثالثا العصر النحيس، وبين طبعا من اسمه أن المصري القديم استخدم المعادن في هذا العصر زي معدن النحيس. في العصر ده المصري القديم كان عايش حياة أكثر استقرارا من اللي كان عايشها قبليه، وده ساعده أن يخطو خطوات سريعة نحو التطور الحضاري. استخرج المصري القديم النحاس من شبه جزيرة سيناء، صنع أدواته من المعادن إلى جانب الحجارة والخشب والعاج، طور من مسكنه وبناه من الطوب اللبن وفرشه بالحصير، ده بيبقى شبه كده الحصير اللي بنفرشه في صلاة العيد، وكمان عمل سراير من الخشب غير مرتفع، وعمل وسائد اللي هي مخدات من الجلد. شايفين مسكنه اتطور ازاي؟ بدأ بكوخ صغير وبعد كده زوده بالأساس البسيط. هنلاقي كمان ان في العصر النحاس ظهرت بعض العبادات مثل تقديس بعض الحيوانات. رابعا عصر ما قبل الأسرات، يعني التدرج نحو الوحدة السياسية. ازاي وصلنا ان مصر تكون دولة موحدة وليها حاكم بيحكمها وجيش بيدافع عنها؟ الموضوع ده تم على مراحل، أو هنقول إنه عبارة عن خطوات الإنسان أخذها لغاية ما وصل للوحدة. أول خطوة كانت نشأة القرى، الخطوة الثانية ظهور المدن، الخطوة الثالثة نشأة الأقاليم المستقلة، الخطوة الرابعة هي اللي اتحققت فيها الوحدة الأولى. أولاً نشأة القرى، طبعاً كلنا عارفين القرى نشأت إمتى. أيوة، القرى نشأت في العصر الحجري الحديث، يبقى ظهرت بعد نزول المصري القديم إلى الوادي وتعلم الزراعة والاستقرار. شيد المصري القديم بيوتاً وأكواخاً من الطوب اللبن، وطبعاً البيوت دي كانت بجوار الأراضي الزراعية، فتكونت القرى من تجمع البيوت دي مع بعضها. ابتدى يظهر في كل قرية معبود خاص بها، وكان أهم ما يميز الحياة في القرية هي التعاون بين سكانها، وده طبعا لأن الزراعة أصلا من الأنشطة الجماعية، يعني صعب يقوم بيها فرد لوحده. ثانيا ظهور المدن، تكونت المدن نتيجة اتساع القرى وكثرت عدد سكانها. لما القرى بدأت تزيد وبدأ يزيد عدد سكانها، شعروا السكان إنهم محتاجين نظام في حياتهم يحافظ لهم على حقوقهم ويعرفهم واجباتهم ويحدد نظام التعامل بين الناس وبعضها. فعلشان كده اختاروا ما بينهم حاكم لهم يرعى مصالحهم، يبقى الأول مرة ويبقى ليهم حاكم. وأصبحت كمان كل مدينة بتشرف على ما يجاورها من قرى، يعني المدينة بتبقى مسؤولة عن ما حولها من قرى. أحاطوا كمان المدينة بسور يحميهم من الخطر الخارجي، وكان لكل مدينة إله، يعني معبود. الخطوة الثالثة هي نشأة الأقاليم المستقلة. نشأت الأقاليم المستقلة من تجمع القرى والمدن. الأقاليم المستقلة دي شبه كده المحافظات دلوقتي،
يعني زي ما مصر متقسمة إلى 27 محافظة، فكانت برضو قبل الوحدة مقسمة إلى أقاليم مستقلة. كان لكل إقليم حاكم يرعى شؤونه ومعبود خاص له وشعار من الطير أو الحيوان أو النبات. والجديد إن الإقليم أصبح ليه عاصمة وجيش علشان يحمي. رابع خطوة بقى وأهم خطوة هو إن أخيرا مصر وصلت للوحدة، وتوحدت مصر كلها لأول مرة عام 4242 قبل الميلاد. احنا طبعا عارفين ان الجزء الشمالي لمصر اللي هي منطقة الدلتا بتسمى بالوجه البحر، ووادي النيل بيسمى بالوجه القطبي. اللي حصل بقى ان تمكن احد حكام الوجه البحر من توحيد اقاليم الدلتا كلها في مملكة واحدة عرفت بمملكة الشمال. يعني ايه؟ يعني في حاكم استطاع توحيد اقاليم الدلتا كلها، والحاكم ده كان من الوجه البحر، وحد اقاليم الدلتا كلها وسماها مملكه الشمال. طيب سكت على كده؟ قال لي لا، دي الوحده بتاعته اتسعت فشملت مصر كلها. يعني بعد ما سيطر على الوجه البحري كله كمان سيطر على الوجه ايه؟ القبلي. ودي كانت اول مره مصر بتتوحد فيها ويحكمها كلها حاكم واحد، والكلام ده كان سنه 4242 قبل الميلاد. لو صعب عليك احفظ 42 قبل الميلاد. كانت عاصمة مصر الموحدة في الفترة ديت هي مدينة قون اللي هي هليوبلس مكان عين شمس الحالية. بس للأسف الوحدة دي ما استمرتش، ورجعت تاني مصر اتقسمت، بس المرة دي اتقسمت إلى مملكة الشمال في الوجه البحري ومملكة الجنوب في الوجه القطبي. من أشهر الأسئلة اللي بتجيلي مقارنة وكلنا عارفينه من جونيور فور، المقارنة ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب. أول حاجة العاصمة، عاصمة مملكة الشمال هي مدينة بوتو، عاصمة مملكة الجنوب هي مدينة نهر. طب بوتو دي موجودة فين دلوقتي؟ قال لي مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وقال لي نهر هي الكاب حاليا، ودي شمال إدفو بمحافظة أسوان. طب بالنسبة لموقع مملكة الشمال، احنا عارفين ان هي في الوجه البحر، مملكة الجنوب في الوجه القطبي. طيب شعار مملكة الشمال، قال لي نبات البربي، وشعار مملكة الجنوب زهرة اللوتس. المعبود اللي كان بيعبدوه مملكة الشمال ثعبان الكبرى، ومعبود مملكة الجنوب هو أنثى النسر. تاني عصر هنتكلم عنه هو العصر العتيق، وده عصر الأسرتين الأولى والثانية. إحنا عندنا فترة الحكم الفرعوني اللي حكمت مصر كانت عبارة عن 30 أسرة فرعونية. فترة حكم الأسرة الأولى والثانية بنسميها بالعصر العتيق. فضلت البلاد منقسمة إلى مملكتين متحاربتين في الشمال والجنوب، لغاية ما ظهر المرة دي بقى في الجنوب في مدينة طيبة اللي هي الأقصر حاليا رجل يدعى نارمر أو مينا، اللي اتجه نحو توحيد البلاد. بس المرة دي الوحدة نجحت واستمرت، وبكده تكون اتحققت الوحدة التانية لمصر، أو الوحدة اللي تمت على يد الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد، وسمي العصر ده بالعصر العتيق. طب ايه هي اهم اعمال الملك مينا؟ قال لي اهم اعماله ان اسس الاسرة الاولى، هي اول اسرة حاكمة في تاريخ مصر القديم. بنى عاصمة موحدة هي منف، او زي ما سموها الميناء الجميل او قلعة الجدار الابيض، لان كان حواليها سور ابيض. تمجيدا للاعمال اللي قام بيها الملك مينا، لقب بألقاب عديدة جدا. لقبوه بصاحب التاجين، لانه طبعا لبس التاج الابيض والاحمر، التاج المزدوج، تاج مملكة الشمال وتاج مملكة الجنوب. ولقبوه بملك الأرضين، ملك مصر العليا والسفلى وثعبان الشمال ونسر الجنوب. بعد ما انتهت فترة حكم الأسرة الأولى، انتقل الحكم إلى أسرة جديدة، الأسرة الثانية، واللي برضو فضلت محافظة على وحدة البلاد. وبكده يكون الدرس بتاعنا خلاص. أشوفكم إن شاء الله الدرس الجاي.